بعده احنا الان في السجن وقمنا بانشاء العديد من الجثث يعني واجلاء متراميه في الاطراف الجهه يعني واجهنا الوقود والديزل والدمابش ما وجد يزور هذه احدى الشظايا هذه تم استهدافها السجن الاحتياطي في محافظه صعده سجن الموقوفين. هذا الكتاب الذي فيها تدل على ان السلاح المستخدم كان سلاح امريكي، القنبله يعني 4 US، هذا تكمل حقها يعني ان السلاح المستخدم